وانا ما توصلت حتى بشي استدعاء، ما توصلت لا باشعار لا باخبار لا حتى بشي حاجه. الناس جاؤوا للبيت تمايا وجلسوا، نجلسوا نفس الساعه كما تذكر المفوض، وما كتنا لمده 30 دقيقه ننتظروا صاحب المنزل. الى جاء صاحب البيت لما جاش صاحب المنزل، وبعد غيابه شنو فتحنا، تم فتح الباب الخلفي للمنزل من طرف اللجنه. يعني جاء واحد الناس تيجيو لواحد البيت وتيتسنى واحد نص ساعه، ما بان لهمش صاحب البيت، قال لك فتحنا الباب، هذا الباب هذه مفتوحه، واش كانت مفتوحه ولا عندهم السوار تفتحوه وكذا. مع الصور تتبين انهم كسروا الباب وجابوا مطرقه والقاط وكذا. وشكون هذه اللجنه؟ هذه اللجنه شكون هما؟ هذه اللجنه اللي معروفه، المفروض انه هذه اللجنه عندها ورقه وستيلو وعندها الماط وعندها هذه باش تعبر. باش البنايه هي اللي استجابت لجميع المعايير اللي هي مطلوبه في التعمير، من رخص ومن رخص ديال البناء الى رخص ديال السكن. وكذلك بينا من خلال هذا العرض هذا انه الادعاءات ديال 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 الوالي او من ينوب عن الادعاء ديال اللجنه ان هناك مخالفات، وبينا من خلال العرض انه ليس هناك اي مخالفه. حنا انه حتى المخالفه اللي تذكرها هما تذكروا انه تخصيص ما تخصيص كذا، ما تذكروا حتى شيء امر اللي يتعلق بالبدايه والهياكل ديالها. فهذا الامر هذا حاولنا انه نوضحه في داخل هذه الندوه، انه هذا الامر هذا ما يتعلقش بالمساله ديال التعمير، ما يتعلقش بمساله ديال مخالفات التصميم، بل يتعلق الامر بتضييق على جماعه عبد الاحسان وانا احد اعضائها ومسني ما يمس كثير من الاعضاء داخل الجماعه من تضييق وحصار. الخروقات اللي كاينه، اولا ملي تنتكلموا على المحضر ديال المعاينه ديال المفوض القضائي، تنوجدوا انه على من تيتكلم على الافريشه، تيتكلم على الكونجيلاتور وفيه اكل وفيه خبز وفيه كذا، تيتكلم على في النعال ديال الوضوء، تيتكلم على واحد الغرفه فيها كراسي تيديرها كراسي كاتبها كراسي ملكية، في المحضر اخر كراسي فاخره. هذا هو المواصفات هذه، ما عرفش انا واش هذا هو الامر اللي تيتعلق المخالفه ديال التعمير والمخالفه ديال البناء. فهذا هما الوصفات اللي ركزوا عليها هما في هذا التغيير، تخصيص هذا الطابق الى كذا، تخصيص لهذا الى كذا. هذا هما، وليس هناك يعني امور اللي تتعلق بالبناء والتعمير. هذا القرار هو قرار خطير، قرار خطير بالنظر الى القوانين التي استند عليها والتي لا تنطبق، وخطير كذلك في سرعة اتخاذه وبطريقة فجة، أن حتى الحياة الخاصة لصاحب البيت انتهكت في المعاينات المزعومة عندما ولجت السلطات بيت الدكتور حساني، عوض أن تحدد لنا بالضبط المخالفات المعمارية راحت إلى وصف المنزل، زرابيه وألوانها وكذلك إلى الكراسي والطاولات وإلى الأغطية وإلى المطبخ وإلى المأكولات الموجودة في الثلاجة وإلى النعال المتواجدة بالمنزل. وبالتالي لم نعد أمام محضر معاينة بقدر ما نحن أمام فضح للحياة الخاصة لصاحب البيت، خاصة وأن هذه الصور نشرت مباشرة بعد ولوج هذا المنزل، في خرق تام لخصوصية هذا الشخص ولحرمة منزله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.